أخوك شكله متغير على مرته. هقوتي إنها هي تبي، بس هو اللي عايفها. في شخص ثالث هلأ رح يقعد معنا بهاي القعدة. ترى أنتي لحينك صغيرة وحلوة، ترى أنتي ألف من يتمناك. تغيرت. بروح السوق شوي مع هاجر وتالي بنروح الصالون. انتي هاجر بروحكم؟ ايه بروحنا. مرحبا منى، كيفك حبيبتي؟ طمنيني عنك. الحمد لله. تمام، انتي منيحة؟ ايه الحمد لله. والأمورة هاي حبيبة قلبي، كيفك؟ كيفك يا روحي؟ سلامة قلبك. لا اليوم طالع حلوة كتير. حياتي شو أخبارك؟ طمنيني عنك، أنا كتير اشتقتلك. يلا هلا بدي أخدك مشوار ونروح ونترك ماما وبابا وناخد لنا لفة، شو رأيك؟ ولا جيب لك لعبة؟ لعبة؟ تكرم عيونك التنتين، كم ندى عندي أنا، أحلى لعبة لعيونك. طمنوني عنا، شو قالوا لكم دكاترة؟ الحين ماكو شيء ولا قالوا لنا ولا. طيب ما عليه إلا العافية إن شاء الله. إن شاء الله نتيجة تحاليل الفحوصات بتكون تمام. تحاليل طلعت يعني؟ لا ليه ما طلعت، بس إن شاء الله خير يا رب. ما عليك إلا العافية حبيبتي. طيب منى تعي حبيبتي، تعي بدي حاكيكي برا. تعي حبيبتي حنطول عليك. يلا خذوا راحتك. يا حبيبتي بابا متى نطلع من المستشفى؟ والله مليت خلاص. نطلع قريب ان شاء الله، لا تهاتي. بعد منى، انت بتعرفي قديش انا بحبكم، وبتعرفي غلاتكم بقلبي. الله بيشهد قديش انا بحبكم عن جد. لا تخافي، انا ما حاترككم الا لما تطلعوا من هالازمه على خير. طول عمرك جايت واجب مو جديد عليك، ولا كان ما سمن الدوي عليك. بعرف. على العموم انا مستغربه ليش لهلا انتم ما بعتوا ورقه لبرا. مو بدري قلتوا الناس لازم أول شيء نتأكد من نتائج التحاليل إذا في علاج بالبلد أو ماكو. بعدين روح نقدم قسم العلاج بالخارج، وأكيد راح يودونها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ما تحتاجها أصلاً. على العموم منى، هلا أنا بدي حكيكي بموضوع، بس ما بعرف إذا الوضع مناسب ولا لا، بس أنا لازم خبرك فيه. شوفي أنا بعرف موضوع بدر وبيبي، وما تخافي ترى بس أنا الوحيدة اللي بعرف، ما في حدا غيري بيعرف. بدر هو اللي قالك؟ بيبي الفترة الأخيرة عم تجي لعندي على العيادة النفسية بسبب المشاكل اللي كانت مع طليقة وهالقصص هي كلها، فهي اللي قالت لي. صح، هي قالت إن هي تراجع دكتورة، بس أبداً ما توقعت إن الدكتورة هذه أنت. يعني أنا اللي توقعت؟ وحياتك أنا مصدومة على القصة اللي نحن مشربكين فيها. نحن الأربعة تشربكنا بقصة غريبة عجيبة. على العموم أنا مكتبي تحت، بدي منك هلأ تجي معي نحكي بالقصة على رواق. هذا المكان مو مناسب نحكي فيه. لا الحين ما أقدر، خلينا الدوية. منى بليز بترجعكي تعي معي هلأ على المكتب، نقعد بنحكي برواق بليز. أنا وعدتش أعيش بس مرة ثانية مو الحين. منى اسمعي كلمتي، الله يخليكي امشي تفضلي يلا. عاد وايد رح يستانس بالمفاجأة. يا يبلع عصير كيوي الله. طلعوا ولا خلي بالكرتونة؟ لا طلع أحسن. ألف ألف مبروك البعثة. هلا جاسم. الله يبارك فيك. هلا مبروك. مبروك سبرايز. مبروك علينا البعثة. الله يبارك فيكم. بس منو قال لكم؟ من بلغكم؟ أنا
الوزارة دقوا علي وقالوا لي إن أنا وأنت وافقوا علينا. لا زين بالمبارك مبروك علينا كلنا عيل. يلا خلينا نقص الكيكة. يلا 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 يلا, 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 يلا. ما شاء الله. عاد يفتك الكيكة اللي تحبها. إيش كيكة؟ لا شدي أنا. ورقة وقلم تقعدين تكتبين شكلك تبين تحلليني على لو ما أصريتي ما يتج بس يمكن إذا سمعتي السؤال فيه تحلين لي مشكلتي. هالورقة والقلم ملاحظات مو أكتر وإذا مضايقيني تكرم عينك بنشيلهم تعي نحكي. لا عادي خليهم ترى ما تفرق معي. شو هو المفرقان معك بالضبط؟ كل شيء كلام الناس الوضع اللي أنا فيه يهمني بس شيء واحد بنتي أبيها تطلع المستشفى بصحتها. حسستك شايلة حمل كتير تقيل على كتافك. شون يعني؟ يعني بتعرفي اللي ماسك بين إيديه مليون شغلة وشغلة واحدة بس لو وقعت وانكسرت بيخسر كل شيء. أحياناً أحس إيه وأحياناً أحس لأ. الوقت الحالي ما يهمني شيء. حتى بدر؟ منى هالقعدة هي سرية تذكريها منيح يعني أي شيء رح تحكيه برات هذا الباب ما حيطلع بيني وبينك وبس. بيبي كانت قاعدة مطرحك هديك المرة وحكت وشرحت لي كل شيء سمعتها وفهمتها وكل اللي حكته طلعنا من دون نتيجة. بدي منك أنت كمان. انت يا منى فضفضيلي. فضفض شو اقول؟ يعني بيبي حكت الموضوع من وجهة نظرها هي من احساسها هي شو حاسه وانا بدي منك انك تحكي لي. صار يهمني كثير اني انا افهم الموضوع كمان من وجهة نظر منى من زاوية منى. عادي حياتي عادية مثل أي أم مثل أي زوجة مهتمة بزوجي ببنتي. إذا كثرت تروح زوارات طلع بنتي بالويكند عشيها لعبها ردها البيت ما عندي شيء. حياتي مستقرة مرتاحة لين دخلت بيبي حياتي. ولما بيبي فاتت لحياتك شو صار؟ بيبيات بالوقت المناسب باللحظة المناسبة. كنت حسب وحدة بفراغ أحتاج إنسان أحتاج رفيجة تملي عليه حياتي أضيع معها وقتي. يعني مشروع حلو للمساعدة. أنت كنتي محتاجة تساعدي شخص وتنتشلي من اللي هو كان فيه وتطلعي من الحالة اللي كان فيها وهالشخص كانت بيبي وهيك كان وضعه صح ولا لا؟ يمكن بس أنا كنت محتاجة صديقة أكثر من شيء ثاني. أنا ما كنت أعرف ظروفها. بس أنت واحدة متجوزة يعني حياتك أسلوب حياتك اهتماماتك كلها مختلفة وبدك تحكي لي إنه أنا كنت محتاجة صديقات. اللي أنا بعرفه إنه علاقتك بأختك سلوى كتير قوية يعني أنت ما بتعتبريها بس أختك بتعتبريها كمان صديقة. هي أكيد سلوى أختي وصديقتي بس هي متزوجة وأنا متزوجة أقدر الظروف. يعني أكيد عندها مشاكلها الخاصة ما أقدر أفرض نفسي عليها كل وقت ولا أقدر أتصل فيها كل وقت ولا أشتكي لها كل وقت. مختلف وضعها. وبيبي كانت فاضية وعلى كلامك أنت كمان كنتي فاضية والدليل إنك أخذتي بنتك وسافرتوا كرمال تغيري جو وتركتي جوزك بدر لحاله هون وهالتصرف نادراً ما وحدة متجوزة تعمله. تصرفي ما في شيء غلط. أنا مسافرة مع بنتي بعلم زوجي. زوجي مشغول وأنا عندي إجازة بحقي أسافر واستأنس أغير جو. تعرفت على بيبي وهذه فرصة أنا أحتاج وحدة تدخل حياتي كصديقة تشبهني. أنا عندي بنت وهي عندها بنت طلع عيالنا نلعبهم سولف نخطط
متشابه بالتفكير ما فيها شيء. يعني تخططوا لحياة بيبي مو لحياة منى. صديقتي وكانت محتاجتني أوقف معاها، أكيد راح أساعدها وأطلعها من الهم اللي هي فيه. كنتي شاكة ببدر؟ إنه يكلمها؟ لا أصلا ما هي على بالي، ما تخيلت إنه هو يكلم رفيجة اللي عندها أخت. طب هي بوقتها ما حسيتي إنه في شيء جديد صار بحياتها؟ علاقة حب جديدة، حدا دخل على الخط، ما حسيتي بولا شيء؟ أكيد حسيت، أنا فتحت معها الموضوع أكثر من مرة. هي ما تبي تدخل بتفاصيل، ما أدري يعني أنا توقعت إنه عشان علاقتها قبل بزوجها، عفواً أقصد طليقها، مو متأكدة من العلاقة الجديدة، قاعدة تعيش اللحظة بسرية تامة لين يصير الوقت المناسب بتقولي. فرحتي لها؟ أكيد بفرح لها، فرحتها من فرحتي. وبعدين صارت الفضيحة وصارت قصة المدرسة. بنات المدرسة فضحوا موضوع إنه جوزك على علاقة ببيبي. وقت صارت هالحادثة هي، شو كان إحساس منى بالضبط؟ شو حسيتي؟ قوة، تحس بقوة، ونفس الوقت تخوني دموعي، انهار وأضعف، بس أحاول أقوي نفسي، لين بعدين حسيت إنها مسيطرة على كل شيء. وضحيلي أكثر. تواجهنا احنا الثلاثة عندي بالبيت، وتكلمت معاهم اثنينهم، قلت حق بدر كل شيء عنها، وقلت حق بيبي كل شيء عن بدر هي ما تعرفه، وسمعتهم كلام بحياتهم ما يسمعون، هزلتهم، طردتها من حياتي حتى من شغلي، وقلت لها ما ابي اشوفها باي مكان انا اكون فيه. بعد فترة قعدت افكر وافكر، عشان اكون قوية صح لازم اخسر بيتي، احافظ على زوجي، احافظ على بنتي، ما هدم بيتي علشان علاقة ما ادري اذا كانت نزوة ولا علاقة عابرة وتنتهي. ما ابي بنتي تعيش بدون ابو، ولا ابي باكر تسألني شو اللي كان بينكم، اهم شيء عندي بيتي الحين. حلو. ما بتحسي انه في شيء ناقص بالكلام؟ يعني مثلا انت حكيتي انك جبتيهم اثنيناتهم وواجهتيهم اثنيناتهم وسمعتيهم الحكي اللي بدك تقوليه لاثنيناتهم، بس ما بتحسي انك انت لو واجهتي بيبي وش لوش لحالكم بدون تدخل اي طرف تاني حتلاقي اجوبه لاسئله كتير جواتك؟ ما بتحسي انه هالقصه هي رح توضح ورح تنتهى ويتسكر هالباب للابد؟ مرتاحة بالديرة؟ الحمد لله. بس كم صار لي عن الكويت؟ والله فترة طويلة، وايد أشياء تغيرت فيها، مولات، مطاعم، محلات. هي أكيد بيصير فيها تطور كبير. وايد ولهت عليها. شو رأيك بهالمحل؟ ندشة؟ أوكي. يلا. تعرفين تختار إلا؟ أحس الريال يحب يختار حق نفسه. ترى والج هذا شغلنا احنا الحريم، أما الريال ترى عادي مو فارقة عندهم شيء. زين تعرفين ذوقه؟ أكيد أعرف، هذا ريلي، أعرف شو اللي يحبه، شو اللي ما يحبه، شو اللي يعجبه، شو اللي ما يعجبه، كل هذا يبين في عيونه وفي تصرفاته. إذا حب الشيء على طول أفهمه، حافظته عدل. لما تعاشرين الريال فترة طويلة تعرفين عدل، تحفظينه زين ما زين، وتحسين إذا كان قلبه وعقله معاك أو راح لغيرك. أهو يبيك، أدري بهالشيء، وأغلب ظني بأن كلمتك وكلمتي يمكن شوي داقة الثقل عليه، بس هذا ريلي وعرفه زين، ما يحب اللف والدوران. وإذا ما عرض عليك الزواج الحين فرح يعرض عليك عقب. بصريحة؟ أدري أنا ما أضمن قعدتي وايد هنا بالكويت، يمكن بأي لحظة أمشي الإمارات عند أمي،
بس أقول لك اللي يضحك، إنك شفت السر اللي خلى ريلي يتغير علي، وهالسر بكبره واقف قدامي، بس ما أقدر أناقشه وحتى أصارحه بأي شيء. ماشي، تبيني أصارحك؟ إي. أوكي. ريلي إيش كان يبيني؟ وبطل معي موضوع زواج. بس على آخر لحظة تخانته شجاعته وردلك. هو كان يظن إنه يبيني، بس شاف إنه وقتي كله قدام أمي، 24 ساعة مجابلتها، عشان كذي ردلك. رجع لي ويابك معاه؟ هاجر، أنا وضاري من زمان ما متفقين ويا بعض، بس أعتقد إن الحين حاس بالذنب. مهرة، هو مو ببالي ولاني صوبة. غريبة، نحب واحد ونركض وراه، وهو يركض ورا غيرنا، واللي يركض عشانه أصلاً ما يبي ولا يحبه. إيش رأيك بهالقميص؟ يعجبه؟ صدقين لآخر لحظة ما كنت متوقع أنهم بيوافقون على بعثتي. كنت أمشي وجامل الكيل واثق من نفسي أنهم مقبلوني، بس ما أدري ليش كان عندي إحساس أني راح أرفض. وليش تنرفض؟ أنت تستاهل كل خير، وبعدين محمد تخصصنا وايد نادر، وغير كذي إحنا بنكمل ماجستير ودكتورة. الله يسمع منك إن شاء الله. وأهلك شلون عليهم؟ مستانسة؟ هي حلوهم مستانسة وفرحولي، والوالدة بعد عضت شهادي بدمعتين كذي على السريع. وعليا، لأن أكيد بتفارقك من غير شر. إي والله. زين حاجيك الحين شلون على الجامعة؟ ما أدري، هم اللي يختارون الجامعة. ما أدري، لا أنا أعرف أن إحنا نقدر نقدم على الجامعة اللي نبيها ونشوف شوف حظنا إذا يوافقون عليها ولا لا. ليش أنت تبي نكون مع بعض بنفس الجامعة؟ إي ليش أنت شنو يعني تبين أنت فارق بالسفر يعني؟ ترى أنا أنفع بالسفر، أشيل جناط، أوقف تكاسي، إيه أطبخ وش طباخ علي، ترى ما حد مضبط الربع إلا أنا، كله بالطباخ يا أخي. دلال، في موضوع ودي أقول لك عنه. خير إن شاء الله. خير، أنا ودي أتقدم لك وأخطبك. إيش قلتي؟ ما أدري، يعني أنا أدري إن في بين إعجاب وشوية مشاعر بس. وحب. دلال، ترى أنا ما ألف وأدور ولا ألعب، أنا ريال سيدة جايلك من الباب، راح أكلم أهلي ويتقدم لك ونسافر ندرس جميع، وأنت على ذمتي على سنة الله ورسوله. يا دلال، إيش قلتي يوبا؟ موافقة؟ حياكم والله، حياكم والله. الله يحييك. هذه بيبيت. هلا بيبي. هلا فيك خالتي. ما نسيتها؟ درت بالك عليها؟ أكيد بدير بالي عليها. شلون يعني صاحبتها مش تحملها؟ ترى أنا للحين متمسك بكل شيء،
ولا عمري استرخص شيء. أنا أنانية وكارهة نفسي. مليون كلمة أسف ما تبري جرحك، أدري. المليون ما بيها، أنا أبي واحدة، واحدة تكفيني. آسفة. حصل خير إن شاء الله. زين، أبي أقول لك موضوع، بس أبيك ما تعصب، تفكر فيه عدل، ممكن؟ الله يستر منك، شفيك؟ فهد أخوك. يحب يدور أخت بيبي ويتزوجها. وين كاليفورنيا؟ شاكو كاليفورنيا أمريكا الله يهداك. لا لا حبيبتي. أي المو نفس اللي ولدنا يدرس فيها. ما شاء الله تبارك الرحمن ولد أختي يدرس في ذيك المنطقة اللي يسمونها مانشستر. إي ما شاء الله. الله يوفقه إن شاء الله. ووفق أخيك إن شاء الله ويفتحها في وجهه يا ربي يا كريم ويبلغش في بنيتك يا يمه. اللهم آمين. ويبلغكم وبنت منى إن شاء الله ويقومها بالسلامة. آمين. إلا بقولك يمه بيبي سؤالي فيه إحراج لك شوية، مالك نية زواج؟ بسم الله عليك تبارك الرحمن، بنية صغيرة وللحين الدنيا قدامك، الله ما كتب لك النصيب الأولاني يكتب لك من النصيب الثاني، ولا إيش قولك يا أم محمد؟ اي والله صدقتي يا الغاليه، بس ما تدرين النصيب وين، واللي الله كاتبه ان شاء الله بيصير. يصير ان شاء الله. ونعم بالله. وهو اكو احسن من الزواج، راحه وستر البنيه، صار ما صار اللي عندها ريال يشيلها ويداريها وحضيض اللي تزوج صغيرونه. عز الله انك صادقه. شوفي بنتي منى الله لا يغير عليها، من طاحت بنتها من غير شر، منو قام فيها غير ريلها؟ ما أقول إلا الله يبعد عنهم الحاسد والأذول. الله يتمم عليهم إن شاء الله ويخليهم حق بعض. آمين يا رب العالمين. والنعم بالله. مو قلت لك هذه ما راح تهدج راية طويلة. ما لي شغل فيها. ولا في بنتها ولا ريل بنتها. لا تعالي ام سالم ايش عندها طاقتها صحبه وياها كنا ما ادري ما ادري انت والله عندك كل السوالف يعني ما حسيتي ما شفتي نغزاتها نظراتها انا شوفي سوالفك هذه وحركاتك مو علي انا ترى مبين المره تبيك حق ولدها طالوي يعني مستحيه عاد الله يعينك على حنة أم محمد ما راح تسكت عنك لين توافقين عليه. تا 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 تا. شنو؟ شنو شو؟ لا لحظة هذه يبيلها تتوثق هاللحظة. لا من وياه. على الصخر. المليقة زين. قومي قومي خد قمي حش داخل قومي. متعودة عليك. تبين حمص؟ لا مشكور أقولك من صدقك أمي تبيها من الله عرس ما صدقت على الله حبيبتي فيها فقر وناسة ماكو عود ما حطتها ماكو عطر ما رشتها ريحة بيتنا تشمها من راس العاير لا وأنا المسكين كل ما انعزمت نستني مسكين شنو؟ كاي كيت وهذا أكل الحمد لله شفناك بعد شنو؟ أداري خالتي أحبها تحب الحياة ومتفائلة ليتني أتعلم منها لو شوي لا بتصيرين نفسها إن شاء الله بتفائلين وبتحبين الحياة وكل اللي طاف هذا بنقطه ورا ظهرنا وبنكمل ان شاء الله. يبا عيشه واستانسه، والله الدنيا ما تسوى ضيقة الخلق. اساسا ما حد درى عنكم، كل واحد عايش حياته. ايش تقصد؟ قصدي طليقتك، ام بنتك، بيبي، عايشه حياتها وانتم مقاطعين بعض دراما وحزن ومنتفين بعض. يبا استانسه وما حد حوبت احد، كل عايش حياته. همك الموضوع؟ لا. ليش يعني الموضوع؟ يعني أن بيبي تزوج لا تزوجت ولا ما تزوجت حياته عسى الله يوفقها ايش عليه فيها؟ أنا مو قصدي شيء قصدي على حضانة لولو يمكن ما تقدر تشوفها بعد إذا تزوجت لا ما له شغل إلا إذا هي بالتنازل على الحضانة ولا بتزوج يجي تصير حكي ثاني أتوقع بيبي متعلقة وايد بلولو صعبة صعبة نسمع بعض الناس متعلقين بخالة لولو صح؟ الأقول؟ أنت مصدق تبيها؟ أمي
بدور يعني منو؟ مش راح خلصت المواضيع كلها درتوا علي صح؟ اخلص علي اخلص علي. ايوه بخلص ابيها وبكلمهم يتكلمونها ان شاء الله. ان شاء الله خير. بس يا فهد فكرت بكلامي عدل. يا صبي اخاف يردونك. اكل عرايس عشان تحتفل بعرسنا. اكل. ما تبين حمص اكيد؟ طيب. ما بغيت يا يما تفرح قلب امهنتك. تبي اخطب لك؟ من باكر اروح اخطب لك. يما انت مو قادره تسكتين، تبين تبيبين ها؟ والله ما ادري ايش اقول لك يا يما. ودي من الفرح احس اني ما ابكي حتى. يما الحين الخبر يضيق الخلق نبكي، واللي يونس هم نبكي بعد؟ لا ترى هون. خلاص عاد خلاص. خلاص بس ما راح ابكي، اوكي؟ زين قولي هي شو اسمها؟ اسمها دلال. دلال؟ ايه. حلو اسمها، يا زين اسمها. قلت لي تشتغل معاك بالدوام؟ اي ما هي وياي بالدوام، وخوش بنيه ونعم فيها، اخلاق وسنعه، وتبيني مثل ما انا ابيها. والله يما هي اللي تصلح لي زوجها. وي يا بختها، يا زين ما اختارت. ولدي الزين والسنع كله، منو ما يحبك انت منو ما يبيك؟ ولد بطني يما. الحب يطلع له بذره. الله يطلع سوالفك. خلاص يما انا ان شاء الله راح اكلم ابوك واكلم خواتك ونكلم اهل البنيه ونحدد موعد معاهم. بس يما تكفون بسرعه، ترى وراي سفره واخاف تبطون. بسرعه يما. ايش دعوه؟ كل هذه عيله. وي عاد يما. ان شاء الله الله يتمم لكم على خير يا امين يا رب. حلوة؟ حلو؟ هاجر حلوة ما شاء الله عليها، صغيرة بس عقلها كبير، إنسانة فاهمة وراكزة وجميلة، جمالها لفت النظر ما شاء الله عليها. إنزين؟ شنو إنزين؟ وأنا إيش علي تقولي لي؟ ضاري إذا تبيها قول، ما راح أوقف طريقك. أنت ريال وهذا حقك الشرعي، عادي خذها إذا تبيها وقعد معاها هني بالكويت أو حتى سافر سوي اللي تبيه، بس أنا برجع لبلادي، برجع حق أمي، المستحيل أخليها. وأنت مستحيل تنسى هاجر. ما ترى أنتي غلطانة؟ لا مو غلطانة، قلت لك مليون مرة أنا مرتك وانت ريلي وفاهمتك عدل وعرش اللي يدور براسك. ضاري انت ما تبيني، انت بهاجر، ترى يحق لك انت ويحق لأي انسان بهالكون ان ياخذ الشخص اللي يكمل معاه حياته او حتى يشيل الشخص نفسه من حياته. إذا خذيتها تبين أطلقك؟ أنا أدري فكرة الطلاق من زمان براسك أصلاً وتيجي تسألني الحين، بس تدري كذي ولا كذي الطلاق بيصير لأن كل واحد بيشوف طريقه. خلاص على العموم بقوم أجهز جنطتي لأن باكر الصبح طيرتي، وأنت الله يسهل أمورك. Thank you.
الو. هلا دلال، شلونك؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. انت شلونك؟ عندي لك خبر راح يفرحك. ها بشرني. توني قلت حق امي عشان نخطبك ان شاء الله. زين، شنو قالت؟ بعد ايش قالت؟ اكيد استانست لي. وانا ولدها الوحيد، ويوم المنى اصلا تشوفني فيه معرس ومستقر. المهم انت يلا يلا بسرعه روحي قولي حق امك وبلغيها. ان شاء الله بقول لها وبرد لك خبر. زين عاد دلالتك فين؟ ها حددي موعد ورتبيه بسرعه مع الوالده. يلا عاد. انزين انزين محمد، ايش في قاعد تحن؟ المهم تعال، خبرت خواتك؟ قلت حق اختك بيبي؟ لا ما قلت لهم، انا بس قلت حق الوالده وقلت على طول هي بشرك. انا لو بيدي اصلا الحين هي اخطبك الحين. ايش فيك محمد؟ انا اللي عارفه انك مو عجول ولازم تفكر بكل خطوه، ما يصير تتسرع. يبا انا وياك صرت متهور وعجول وما افكر بعد. لا، علشان حياتنا تمشي صح لازم تدرس كل قراراتك. لا تحاتين يا بنت الحلال، دارسها من كل النواحي وحيل حاسب راحة نفسية مو طبيعية. الله راح يسهلها بإذن الله. قولي آمين أنتي. اللهم آمين. إنزين أنا الحين راح أسكر وأروح أكلم أمي وأرد لك خبر. يلا بسرعة. ها يلا مع السلامة.